سؤال بنسأله دايما في التدريب وأسأله لك في التحكيم، أجيب خبير تحكيم أجنبي دلوقتي وإحنا في نص الموسم، ولا أكمل بمصري وأستنى الموسم الجديد وأجيب واحد أجنبي؟ أنا قلت رأيي. أنا لو في إيدي القرار هدي محمد فاروق الفرصة والناس اللي معاه يكملوا الموسم. يكملوا الموسم بمنتهى الارتياحية، الراجل موجود مش هجيب حد من بره، لأ. محمد فاروق موجود والناس اللي معاه، أدوهم الفرصة. وعلى فكرة لازم أدي الناس فرص. الناس دي لو خدت فرصتها ممكن تنجح، وتنجح نجاح أحسن من الأجنبي. لكن خلاص إحنا بنتكلم على قرار اتاخد، بس أنا لو في إيدي أنا قرار كجهات أقول لك لأ يا محمد فاروق يكمل وباللجنة بتاعته يكمل.